لتنافس وان دفعت على بركة الله. ثالث أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية في اليوم الأول. حصن وافراس سعودية الأصل والمنشأ بعد استبعاد سويتي خالد الخالدي الذي لم يتمكن من الدخول للاندفاع مع نجد الخالدية في التقدم في الصدارة. المطاردة من نوفل الخالدية المهمة الآن تنتقل نوفل الخالدية المصنف الأعلى في المرتبة الثانية. ظهور كذلك سعودية الخالدية في الفرس الوحيدة في المرتبة الثالثة محاولة للقدوم. المركز الرابع لرعد السفير والمركز الخامس لجعفر الخالدية فيما الصدارة لنجد الخالدية المصنف 84 في المرتبة الأولى. المطارد نوفل الخالدية المرشح يأتي في المرتبة الثانية فيما سعودية الخالدية في المرتبة الثالثة. هنا الصراع يشتد الآن مشاهدين متابعين الكرام في ثالث أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي بطول نجد الخالدية. هنا تحريك واستحداث لنوفل الخالدية من قبل عادل الفريدي للقدوم من الخارج في سعودية الخالدية لازالت في المرتبة الثالثة. نوفل الخالدية بالفعل يتقدم المنعطف الأخير للصدارة والمرتبة الأولى. المصنف الأعلى 106 يتقدم بقيادة الفريدي عادل في 400 متر الفاصلة. يتقدم نوفل الخالدية لثالث أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية في اليوم الأول. هنا نوفل الخالدية ابن جالود الخالدية. هنا المطاردة تأتي من قبل سعودية الخالدية الفرس الوحيدة في المرتبة الثانية مطاردة للمتصدر حتى الآن نوفل الخالدية. الخوف من القادم. نوفل الخالدية يواصل 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 حتى خط النهاية. إذن معلنا فوز وانتصار 11 والفوز بثالث أشواط أمسية كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للخيل العربية في اليوم الأول. ألف ألف مبروك لاستبلات الخالدية للمدرب ناصر مطلق والخيال عادل فريدي على هذه القيادة. إذن نوفل الخالدية